ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال؟ كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل أسبوع أو كل عام وليس مشروعا فهو من البدع. هذه قاعدة، والدليل على ذلك أن الشارع جعل للمولود العقيقة ولم يجعل شيئا بعد ذلك، واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام لا يجوز. وليس في الإسلام شيء من الأعياد سوى الأعياد الشرعية الثلاثة، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما، قال: إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر.